القدس في عيون أهل العراق عنوان لندوة عقدها مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام ومركز الأمة للدراسات والتطوير بمشاركة هيئة علماء المسلمين في العراق بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع القدس العالمي. الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي أكد أن الحالة الفلسطينية كانت نموذجا لكل حركات التحرر العربي وخصوصا في العراق، حيث أثرت التجربة الفلسطينية بشكل كبير الحراك الشعبي العراقي ضد العملية السياسية. لنتعلم من التجربة الفلسطينية أن التغيير لا يمكن أن يكون بالركون والخنوع والسكوت، التغيير بحاجة إلى رجال، بحاجة إلى إرادة، بحاجة إلى صمود، بحاجة إلى مطاولة، وهذه كما أعتقد جميعها متواجدة ومتوفرة في الشعب العراقي. الدكتور عبد المنعم البدراني عضو الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين في العراق قال إن التجاهل العربي للخطر الصهيوني هو من أوصل الواقع العربي إلى هذه الحالة المزرية. إذا ظل الحال كما هو عليه في سياسة الحكام تجاه هذا المشروع، فإن هذا المشروع آيل إلى التوسع وآيل إلى التطور السلبي الذي تعود نتائجه الكارثية على الأمة. فالعلاج هو علاج سياسي يحتاج إلى موقف سياسي من الحكومات التي تتولى أمر البلاد العربية والإسلامية وهي في صمت مطبق أشبه بصمت أصحاب القبور تقريبا، وهذا هو الذي جعل العدو الصهيوني يتمادى في جرائمه ويتمادى في تمدده. الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق تحدث بدوره عن تاريخ الهيئة في خدمة القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة وبكافة الوسائل. أن هيئة علماء المسلمين تفخر بأن لها يعني إرثا أدبيا كبيرا جدا في هذا المجال، ولها علاقات وطيدة مع كل الإخوة في فلسطين، سواء كانوا في الضفة أو في غزة أو في الداخل في فلسطين المحتلة سنة 1948، ولها إصدارات في هذا السياق وهذا المجال، وأيضا هي من الأطراف المتعاونة مع المؤسسات الفلسطينية، سواء كان ما كان منها سياسيا أو ما كان منها شرعيا او ما كان منها اعلاميا، وتسخر كل سبلها ومنصاتها ووسائل اعلامها من اجل خدمه القضيه الفلسطينيه. وتعتبر قضيه فلسطين نبراس الحراك العربي في التحرر من قيود الاحتلال والاستبداد المخيمين على المنطقه العربيه منذ عقود.